نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة جبين الكوم لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. حضر المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية وهيئة مكتب الحزب بمحافظة المنوفية والمراكز، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من الأهالي الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.